فضيلة الشيخ، في أحد المساجد في يوم الجمعة الماضي حصل مطر في مدينة الرياض، فصلينا المغرب وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع، فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟ يعني مع أنها يعني حصل فصل في الصلاة، بعضهم حتى تسنن يعني بين الصلاتين. نعم، المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان جمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين، لكن لا تكون الموالاة بالوضوء الخفيف وبالجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء إنه إذا جاز الجمع فلا حرج من الفصل بين الصلاتين، حتى لو تصلي الأولى في أول وقت والثاني في آخر وقت. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن معنى الجمع ليس معناه الضم بحيث تنوي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقت وليس ضم الفعل. فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أنت أن تصلي الأولى في أول وقت والثانية في آخر الوقت. فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، لا ضمن الصلاتين بعضهما إلى بعض. عرفت الآن؟ فعلى هذا نقول القصة التي وقعت حيث أن الإمام بعد أن خرج وراء المطر رجع وجمع، نقول هذه لا بأس بها ولا حرج فيها. حتى لو لم يبدو له إلا بعد الصلاة لا يضر، لأن الصلاة نية الجمع قبل تكوية الإحرام في الصلاة الأولى هذا ضعيف، فالصواب أنه ليس بشرط. بل إنه لو لم يحدث المطر إلا بعد أن صلى من المغرب فله أن يجمع. إيه الشيخ رحمه الله، بالنسبة لدعاء الاستخارة في أي موضع من الصلاة؟ دعاء الاستخارة بعد الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين ثم ليقل وذكر الدعاء.